الله عاشت الايادي. تسلم ايدك نعيمه. ميرسي نورتي. رجعت شهد مو شفت يا جورج؟ تعال تعال مشتاقين لك. تعال احلى جورج بالدنيا حبيبتي. شو الاخبار؟ غير شكل. ما اقدر شوفك من ما اقدر ما اقعد بفرزاتي وما اجي اشوفكم. محلك احلى صالون اذا جيت بفرزاتي. تسلم عاشت الايادي. اهلا وسهلا. يقول لي هسه رجعتي شهد خلاص. مرحبا يا مساء الخير والعافيه. شلونكم؟ عمري نزلت طبعا اليوم على مدرس شعري. قصيته بالصالون الجوه يم جورج. خوش صالون كل الزين. انصحكم اذا جيتي فرزاتي لازم تروحوا له. وبعدني ما حاطه مكياج. عندي طلعه لازم شوي البخ اصعد فوق من البخ. شيء بشيء يذكر ما دام اني جوا ومرات ما يصير لي وقت اسوي لكم تور من داخل فندق فرزاتي الاقرب لكل شخص لكل عائله. يعني اذا جيتوا مرة لهذا الفندق وقعدتوا بي أني متأكدة راح تعيدون التجربة لأنه خدماته حلوة. قريب هو صاير سنتر يعني كل شيء قريب عليكم. بي السبا ياخذ العقل إذا جبتوا ناويين تسوون ريلاكس. عندهم مساج حلو. المسبح يجنن ولا غلطة. الصالون مدام أني جوا خليني أخذكم أو خلوني أخذكم فرة بسيطة على السبا مثلا. صالون نسيت اصور لكم اياه بوجهكم حيكون فرزاتي. خليني اصور لكم قبل ما اسوي لكم تور حلو من داخل فندق فرزاتي. سؤالين او ثلاثة تكرروا وهما يشبهون بعض. امناي اذا اجينا دبي ما تقدرين تحصلين خصم حلو بهذا الفندق. شوفوا حتى اكون صريحة وياكم انا ما اريد اوعدكم بشيء وبعدني ما متأكدة من نتائجه او من اجابته. هو مو منتج بسيط حتى أقدر أقول لكم وأوعدكم، لكن الموضوع يمكن يحتاج يعني قرار من إدارة الفندق ورئيس مجلس الإدارة. ومع ذلك اليوم راح أحكي ويا مدام براء الرائعة اللي هي كل صديقتي وراح أخليها تحكي ويا سيد منذر. فإذا أكو خصم حلو لمتابعيني داخل فندق فرزاتي أكيد عيوني الاثنين لكم. اليوم بعد قليل راح أحكيها سجر لها تليفون. وحتى إذا حصلتوا خصم حلو جود كلش ممتاز لكم. تعالوا أسوي لكم. شوفوا لي نظافة الممرات والجمال والألوان الشرحة اللي تاخذ القلب. هذا العطر المميز اللي تشتموه بكل مكان داخل الفندق. هذا العطر مميز. أنا أكثر شيء أحباني وفروحة. فهذا الريسبشن طبعا مننا مبين. خليني أصور لكم منانة. شوفوا هذا المدخل كلش حلو. طبعا مساحته كبيرة. اعتقد ما راح الحق اغطي لكم كل شيء اليوم بس احاول شوية شوية الاشياء الحلوة اللي تجي قدامي اصورها. شوفوا هذا اللوبي. وهنا طبعا اول ما تجون لازم تتقهون القهوة العربية والتمر مالتهم. خليني اشرب قهوة وارجع لكم. شوفوا هناك برا المسبح يما 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 شقد حلو يجنن. طبعا خصوصا اذا تجيبون العائله الاطفال فتشي يجنن. اختيار موفق كلش. ها وهم تسالوني شهوده ليش ما تجيبين نايم ووتر؟ الماميات يعرفون بهيتش اعمار الاطفال يشلعون القلب. لا هم يتونسون ولا امهم تتونس. شويه خلي يكبرون ولاحقين اسفرهم وياي. زين نرجع لهذا الممر. اوكي نفتر خلي أراويكم. أوكي الممر لأنه كلش طويل فاختصرته. على يمينكم رح يجي المطعم الإيراني اللي قلت لكم أكله جدا جدا لذيذ. أوكي أوكي لو طلعنا قبل وأخذنا يمين رح يكون المصعد، ولو أخذنا يسار رح نشوف الجولري والأشياء اللي تفتح النفس. ما أدري ليش هذا المكان فهد يصوفر من يجي يصير هيجي بي شلل مدرش بي بحيث رجله هيجي يصير سريعة. يلا 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 بس على مود ما أدير وجهي يجنن هذا المكان. زين بعد شوفوا هذا الجولري. هذا المكان كلش حلو. بعدين من هنا الصالون هذا الشنت بي. وبعدين هاي البارحة صورت لكم إياها شقد حلوة. شفتوا
عبارة عن ورد وشغلات ومدري إيش. أوكي لو طلعنا قبال إيش حنلقى؟ أي لو طلعنا قبال شوفوا منا هذه التواليت العفو. وإذا كملنا وطلعنا قبال إيش راح نشوف؟ راح نشوف أحلى مكان يحبوه البعابات. هاي مستقبلا لازم أجيب الكتاكيت. شوفوا هاي شوفوا مكان حلو للأطفال يقدرون يستمتعون به داخل الفندق. أوكي طلعنا من الألعاب مال البعابات. عندنا هنا على اليسار أكو جيم، والجم مالتهم يجنن وياخذ العقل. تعالوا ما اقدر اصور لكم اياه لانه مسدود وماكو احد بالريسبشن، بس الجم يجنن. يلا على الجايات وذكروني. بعدين عندنا السبا. السبا عالم ثاني يعني يجنن، ولا يهون جراند سمارة واساطير والمنتجع، بس المكان يجنن صراحه. هواي يعني جايه مسويه مساج عندهم وحمامات وشغلات، يعني استرخاء على الأخير. بس ما أدري هالمرة ما سويت، يلا قبل لا أسافر. شوفوا شوفوا المكان يجنن جوه. بعد أكو حمامات وأكو مساج وأكو كل شيء، كل شيء موجود جوه. بس أنا ما راح أقدر أفوت جوا لأنه أول شيء ما حاجزة، ما عندي حجز أصلاً. خليني من ألقى حجز.